بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي الصغار، متعلمي ومتعلمات المستوى الثاني، نلتقي مع درس جديد في الرياضيات موضوعه التقنية الاعتيادية للضرب. وهذا الدرس أعد من مرجع جيد في الرياضيات. أهداف الدرس أو الأهداف التعلمية لهذا الدرس: أولا، هناك الهدف الأول أن يتعرف المتعلم والمتعلمة ويوظف التقنية الاعتيادية للضرب بدون احتفاظ في نطاق الأعداد من 0 إلى 999. إذن سنتعرف إن شاء الله على التقنية الاعتيادية للضرب، وسنوظفها إن شاء الله في نطاق الأعداد من 0 إلى 999. ثانيا، أن يضع وينجز تقنية الضرب لعددين، أحدهما من رقمين أو ثلاثة والآخر من رقم واحد دون احتفال. إذن في هذا الدرس سنقتصر فقط على العمليات التي لا تتطلب الاحتفاظ. إذن على بركة الله نبدأ. إذن كمرحلة أولى، أكتشف أمامنا صورة لمسألة بسيطة. إذن أمام البستان ثلاث مزهريات. إذا قمتم بعد الورود بكل مزهرية ستكتشفون بأن العدد هو 12. مطلوب حساب عدد الورود بالمزهريات الثلاثة، علما كما قلنا بأن بكل مزهرية 12 وردة. إذن كما رأينا سابقا، فالحل يبدو بسيطا باستعمال الجمع المتكرر. إذن بكل مزهرية 12، إذن لحساب المجموع قم بعملية الجمع. وكنا قد عرفنا بأن الجمع المتكرر يمكن أن نحوله إلى ضرب، يعني 12 زائد 12 زائد 12 ثلاث مرات هي 12 في 3. قد تكون هذه العملية بسيطة ويمكن أن نحسبها يعني ببساطة باستعمال الجمع، ولكن هناك تقنية خاصة بالضرب، لأن في بعض الحالات قد يكون الجمع المتكرر يعني أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة، وبالتالي فالحل هو استعمال تقنية جديدة ألا وهي تقنية الضرب. إذا سنتعرف كيف نحسب جداء عددين باستعمال التقنية الاعتيادية، وعلى سبيل المثال 12 في 3. لحساب جداء 3 في 12 سنمثل هذا الجداء بشبكة تربيعية كما رأينا سابقا. هذه الشبكة التربيعية عدد أعمدتها 12 وعدد صفوفها 3، بالتالي في الكتاب قلنا هي 3 في 12، بمعنى لدينا 3 تتكرر 12 مرة. إذن لحساب 3 في 12 سنقوم بتفكيك الشبكة، بحيث لدينا سنحصل على شبكتين، الأولى حمراء والثانية خضراء، على غرار تفكيك العدد 12. إذن 12 هي 10 زائد 2، بالتالي فالشبكة الحمراء ستتكون من 10 أعمدة اللي هي العشرات، والشبكة الخضراء تتكون من عمودين التي ستمثل الوحدات. وسنقوم بتفكيك الشبكتين، وعند جمع نحسب كل شبكة على حذاء، بعد ذلك سنقوم بالجمع فسنحصل على العدد الكلي للتربيعات.
إذا الشبكة الأولى حمراء بها 10 أعمدة في 3، إذا كتابتها الضربية هي 3 في 10. الشبكة الخضراء التي تمثل الوحدات بها عمودان و 3 صفوف، بالتالي فكتابتها الضربية هي 3 في 2. 3 في 2 تساوي 6، و3 في 10 تساوي 30. كما قلنا سنقوم بجمع العددين، 6 زائد 30 نحصل على 36. الآن سنقوم بتمثيل ما أنجزناه بالوضع العمودي. إذا كما ترون الوضع العمودي لتقنية الضرب، دائما نكتب العدد المكون من أكبر عدد من الأرقام هو الأول، ثم بعد ذلك نكتب العدد المكون من رقم واحد. وكما ترون فالوحدات العدد الأول مع وحدات العدد الثاني في نفس الخط. تذكروا كنا قد حسبنا الوحدات الشبكة الخضراء 3 في 2، إذا 3 في 2 تساوي 6، ونكتب 6. هذه الشبكة الخضراء. بالنسبة للشبكة الحمراء 3 في 1 أو في 10، 1 10، إذا 3 في 1 10 أو 3 في 10 يساوي 30. يساوي 30. ثم قمنا بالجمع، 6 زائد 30 تساوي 36. الآن درأنا بأن دائما في العدد العشرات، إذا ضربنا أي عدد في العشرات دائما نحصل على 0 في الوحدات، دائما نحصل على 0 في الوحدة، وبالتالي عندما نضيف 0 على وحدات العدد أو الجزء الأول الذي تحصلنا عليه فإن الخارج هو وحدات العدد الأول لا يتغير، وبالتالي فيمكن حذف هذا الصفر، يمكن حذف هذا الصفر ولن يتغير الجزء. إذا نحذف الصفر فدائما سنحصل على 6 يعني نفس الجزء، ويمكن يعني نضيف 3 في العشرة ديال العدد الأول ونحصل على النتيجة اللي هي 36. الآن سنبدأ بالتمرن. سنحسب العمليات الأربع التي أمامنا. في البداية سأترككم تنجزون هذا النشاط بمفردكم على أن نقوم أو تقوموا بتصحيح هذا النشاط انطلاقا من التصحيح الذي سأعرضه عليكم. تأكدوا وتأكدنا من أجوبتكم من خلال ما يلي. إذا العملية الأولى نبدأ بالوحدات، 3 في 1 يساوي 3، ونكتب 3. بعد ذلك ننتقل إلى العشرات، 3 في 4 عشرات يساوي 12. الآن العملية الثانية، إذا 3 في 3 يساوي 9، ونكتب 9. ثم ننتقل إلى العشرات، 3 في 2 يساوي 6، ونكتب 6. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المئات، 3
في واحد يساوي ثلاثة، ونكتب ثلاثة. بالنسبة للعملية الثالثة والرابعة سأترككم بمفردكم تلاحظون كيف ننجز التقنية الاعتيادية للضرب. الآن سنتذكر ما رأيناه سابقا. لحساب الجداء لو برودوي 230 في 2 230 × 2، أضع العملية عموديا وأنجزها. الوضع عمودي بمعنى أننا نكتب الوحدات تحت الوحدات، وحدات العدد الثاني تحت وحدات العدد الأول كما هو ظاهر في الصورة. نبدأ بالوحدات ليزينيتي. 2 في 0 يساوي 0، 2 في 0 يساوي 0، وأكتب 0. 2 فوا 0 إيغال أ 0، إي أون إكخي 0. بعد ذلك العشرات لي ديزين. 2 في 3 يساوي 6، 2 في 3 يساوي 6، وأكتب 6. 2 فوا 3 إيغال 6، إي جيكري 6. ثم المئات لي سونتين. 2 في 2 يساوي 4، 2 في 2 يساوي 4، وأكتب 4. 2 فوا 2 إيغال 4، إي جيكري 4. بعد تعرفكم على التقنية الاعتيادية سنمر إلى مرحلة التقويم. إذن أمامكم نشاطان. النشاط الأول يعني تم، ما عليكم إلا أن تنجزوا هذه العملية الثلاثة. وفي النشاط الثاني المطلوب وضع وإنجاز العمليات الثلاثة التي هي أمامكم. متمنياتي الخالصة لكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم.